حبيتك بتنزح فيا. صحيت يا ماما، عايز اعمل شويه مكرونه وجمبري. ايه الحكايه؟ وده واقف يا كلب البحر بتعمل اكل الساعه 3 بالليل؟ حبكت يعني الشيف اللي جواك يطلع دلوقتي؟ انت عارف ابوك لو صحي هيعمل فيك ايه؟ موت العيش هو اللي هيصحيه دلوقتي يعني. ايه ده؟ انت اصلا اللي بره دي؟ نهار اسود ابوك فين؟ اجري ياما.